عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال دور العقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس تسعة اجتماعات ناقشت خلالها العديد من التشريعات المتعلقة بالبيئة وتنظيم المباني والإسكان كما وأعدت اللجنة تقريرين بشأن المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المراسم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وكذلك المرسوم بقانون رقم 43 لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير فيما لا زالت اللجنة تدرس الاقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان والذي يهدف إلى ترميم أو إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط بدون مقابل لذوي الدخل المحدود من المواطنين